الشركة دي حضرتك اخترت مجال العمل او الانشطة اللي هتشتغل فيها كان بناء على ايه؟ كان عندك دراسة للسوق ولا ده كان من خلال احتكاكك بايه اللي بيكسب في مصر، ايه اللي بيشتغل، ايه اللي منتشر، ايه اللي استهلاك المصريين بيحتاجه بشكل مستمر؟ الحقيقة برضو لا، احنا ما دخلناش يعني، احنا ابتدينا نوزع سلع كانت بتتعرض علينا توزيعها، فاحنا كنا عايزين نشتغل ونثبت ذاتنا ونثبت حالنا حتى لو ما كانتش بتكسب. واحدة واحدة ابتدينا نعرف مثلا ان في نقص في سوق الجبن، في نقص في سوق السلع الغذائية، فابتدينا نتجه لتجار الجمله، وبعد كده ابتدينا نتجه للخارج، فبقينا مستوردين وبقينا نستورد السلع اللي فيها نقص محلي زي الصلصه في الوقت دوت، في الاوقات اللي زي معظم انواع الجبن، كان مصر بتستورد انواع كثيره جدا من الجبن قبل ما يحصل طفره في الصناعات المحليه دلوقتي، فالحاجات دي كلها كنا بنغطيها في من خلال الاستيراد. وقعدنا على الكلام احنا ده حوالي 10 مستوردين سنين للسلع الغذائيه بشكل كبير، يعني استهلاكنا حجمه ضخم، كان ولكن قل كثيرا مع نمو الصناعات الغذائيه في مصر في ال 15 20 سنه اللي فاتوا، يعني ولا مع قرار فرض رسوم على السلع اللي من وجهه نظر وزاره الماليه انها استفزازيه لان ممكن يكون لها مثيل في مصر؟ دي ما تعتبر لا تمثل الكثير. احنا بنتكلم على السلع اللي هي بتمس الشريحه الكبرى، الشريحه الكبرى من الشعب، الجبن، السمنه، اللحوم، كل انواع البقاله دي كلها، دي والحاجات دي كلها حصل فيها تطور رهيب وتطور كبير جدا في السنين اللي فاتت. فحصل في مصر صناعات غذائيه واصبحت مصر مصدره. اللي بيحصل استيراد فيه في مصر استيراد لبعض الحاجات الاساسيه اللي هي لغايه دلوقتي لسه احنا عندنا نقص شديد فيها، زي اللحوم، زي حديثا بقى يحصل استيراد للرز، زي احنا مهددين يعني او كما يقال على مستوى العالم ان في ازمه نقص لحوم حيواني هتحصل في العالم؟ انا الحقيقه ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده، ولكن ما فيش شك ان احنا عندنا موارد كثيره جدا في المنطقه العربيه، يعني السودان لوحدها ممكن تاكل افريقيا كلها، ولكن في سوء في استخدام الموارد. طيب ازاي ممكن الاول قبل ما نشوف ازاي ممكن نستغل الموارد اللي موجوده عندنا في مصر سواء موارد زراعيه او صناعيه، السؤال اللي بيطرح كتير ومش لاقي له اجابه واقعيه، هي مصر دوله زراعيه ولا صناعيه؟ مين المفترض القطاع اللي يقود الاخر في التنميه؟ هل المفترض الزراعه هي اللي تقود الصناعه ولا الصناعه هي المفترض تقود كل القطاعات الاخرى؟ بس انا عايز اقول لحضرتك ان مصر تعتبر من الدول القليله جدا في المنطقه العربيه اللي بتتمتع بمزايا لا يتمتع بها اقتصاد اخر موجود في الشرق الاوسط، وهي ان اقتصاد المصري اقتصاد متنوع. احنا عندنا زراعه، عندنا صناعه، عندنا خدمات، عندنا سياحه، عندنا اقتصاد مش معتمد على بترول او مش معتمد على سلعه بتطلع ريع معين، بالعكس احنا عندنا صحيح صناعات، عندنا بترول وعندنا غاز وعندنا زراعه وعندنا صناعه وعندنا سياحه وعندنا خدمات وعندنا قطاع مصرفي ضخم وقديم. ترجع للتاريخ التاريخ المصري في الاعمال نفسها سنه في بدايه العشرينات لما ابتدى طلعت حرب باشا بنك مصر 1920 دهوت تقريبا 25 سنه قبل نهايه الحرب العالميه الثانيه. يعني مصر كانت سابقه دول اوروبا وسابقه مرسيدس، مجموعه مرسيدس بنز، وسابقه هوندا، وسابقه كرايزلر، وسابقه الناس دي كلها. ف حجم الاعمال الخاص في مصر ابتدى وليه تاريخ طويل، دي تاريخ من هذه الفتره. هقولها بصراحه ان احنا حصل لنا ايقاف، الحاجات دي اتوقفت بعد 52 لان حصل قانون الاصلاح الزراعي وقانون التأميم، وده اثر تاثير كبير جدا على نشاط الاعمال.